ازيكم يا ابطال ابطال الثانويه العامه ولا زارع في كل مكان؟ اخباركم ايه بنات وشباب؟ كل الناس الحلوه اللي بتسمعنا وكل الابطال اللي هيعدوا ان شاء الله السنه دي على خير وهتنجحوا وهتخشوا الكليات اللي انتوا بتحبوها. استربايه بسيطه كده زي ما احنا متعودين على السطوح كل يوم، ان هي بنقول شويه حاجات كده تفيدكم وتفيد كل طالب في الثانويه العامه او في الثانويه العسكريه. النهارده معانا ثلاث ادعيه مهمين جدا: دعاء قبل ما تدخل الامتحان، دعاء اول ما تاخد الورقه، دعاء اذا تعثر عليك الاجابه، دعاء بعد ما تسلم الورقه. يلا بينا. اول ما تدخل الامتحان او قبل ما تدخل الامتحان في دعاء مهم جدا لازم تحفظه، اللي هو ايه؟ اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمه اتيني الحكمه وفصل الخطاب. اللهم اجعل السنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك، انك على كل شيء قدير. ما تقلقش، هسيب لك الدعاء دلوقتي في الصوره هنا، وقف الفيديو خد منه سكرين عشان تحفظه او تكتبه عندك في ورقه. بعد ما تاخد كده الورقه وتبدا تمسك القلم هتقول ايه؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب اذا تعثر بقى عليك الاجابه هتقول ايه؟ اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين اجابتي. بعد ما تسلم بقى الورقه وتكون خلصت اللهم اني استودعتك هذه الاجابه عندك فوفقني يا رب ولا تضيع لي اي تعب في هذه السنه. ان شاء الله خير، ان شاء الله هتعدي على خير وتنجحوا وتتوفقوا كده وتدخلوا الكليات اللي بتحبوها، لان انتوا تستاهلوا كل خير يا ابطال. اشوفكم على خير في فيديو جديد. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، تعمل مشاركه لاصحابك. اشوفك على خير في فيديو جديد يا بطل، مع السلامه.